السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا النهاردة طالع معاكم لايف، اللايف ده مهم جدا. انا طبعا يعني ما قدرتش امسك نفسي قدام كل الطلبات اللي جات لي على الخاص، وكلمتني وقالت لي يا دكتور احمد حضرتك عايزينك تفيدنا في المشروعات، احنا عايزين نستفيد من التخصص بتاعك في فترة الحظر، وعايزين حضرتك تقول لنا ايه هي الاستفاده القصوى اللي احنا هنستفادها في فتره الحظر، ان احنا نفكر لفتره ما بعد الحظر، وازاي ان احنا نشغل دماغنا، وازاي ان احنا نفكر في مشروعات، ازاي ان احنا نجيب فلوس بعد كده، وازاي ان احنا نبقى مستثمرين من الصفر. انا طبعا يعني كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي بتحاول ان هي تعمل حاجه تكون كويسه لفتره ما بعد الحظر، وانا ما بقدرش اتاخر عن حد في اي حاجه خالص. احنا دلوقتي في فتره يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يعديها على خير ان شاء الله باذن الله، وهبقى في الاستريس ان انا هبقى ملي هتكلم في التخصص بتاعي اللي هو تخصص الدراسات الاقتصادية والمشروعات، وازاي ان انتوا تعملوا دراسات جدوى، وازاي ان انتوا تستفيدوا من فترة الحظر، ازاي ان انتوا تشغلوا دماغكم وتعملوا حاجة تكون كويسة. وبناء عليه طبعا انا سعيد جدا جدا ان انا طبعا معاكم النهاردة، ومش هطول على حضراتكم في البث دوت، وكل يوم ان شاء الله باذن الله هيبقى في بث لحاجة زي كده ان شاء الله، بحيث ان انا اساعدكم ازاي ان انتوا تفكروا من خارج الصندوق، ان انتوا تشغلوا دماغكم وتعملوا مشروعات من ما فيش وتبقوا مستثمرين بعد كده، حاجه كويسه جدا جدا. طيب مبدئيا كده في انا هنزل بعد اللايف ده، هنزل على الاكونت اكتر من 100 فكره لمشروعات صغيره. الميت فكرة دولة عايز حضراتكم تقروهم كويس جدا، وبعد لما تقروهم كويس جدا عايز حضراتكم اي حد يختار اي فكرة يتواصل معايا مباشرة ويقول لي والله يا دكتور احمد انا عايز حضرتك توضح لي الفكرة دي وازاي اشتغل فيها، وايه هي الامكانيات اللي انا اشتغل بيها، وازاي ان انا اطورها وانميها، وابدأ ان انا اعمل اسواق واشتغل وانمي واشتغل واجيب فلوس واظبط الدخل بتاعي كويس. الحته الثانيه اللي في الموضوع، انا تحت امر اي حد بلا استثناء، اي حد يطلبني ويقول لي يا دكتور احمد انا محتاج المشوره بتاعتك في اي خطوط لمشاريع صغيره، مشاريع ماكينات صغر، مشاريع كبيره، مشاريع عملاقه، انا تحت امر حضراتكم في هذا الامر، ان ده في صميم التخصص بتاعي وده اللي انا هتكلم فيه بالملي. طب ليه يا دكتور احمد انت طالع تتكلم في الكلام اللي هو الاقتصاد يعني؟ ليه؟ لان دي المرحله اللي جايه، المرحله اللي بعد كورونا بالظبط، هي دي المرحله اللي جايه، هي دي مرحله الشغل والاقتصاد، وازاي ان انت تكسب، وازاي ان انت تتوسع في اسواق، وازاي ان انت تنمي دخلك، وازاي ان انت تعمل مشروعاتك، وازاي ان انت تظبط الدنيا دي. النهارده امريكا زي ما انتوا حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله بداوا يعني يقول لك طز في كورونا وطز في اللي خلفوا كورونا، يعني احنا هنشتغل لان احنا لو ما عرفناش نجيب المام بتاعنا هنقع. فدي حته مهمه جدا جدا، الجانب الاقتصادي هنا بيطغى على الجانب الصحي في التوقيت الحالي، كان في الفتره اللي فاتت كان الجانب الصحي بيطغى على الجانب الاقتصادي اكتر، لكن دلوقتي طالما ان انا معيش فلوس مش هعرف اتعالج كويس، ولا هعرف اشتغل كويس، ولا هعرف انت كويس، ولا هعرف اعيش حتى في فتره الحظر بطريقه تكون فيها ستابلز، يعني ان انا ابقى اكون مستقر، ان انا اكون نفسيا عندي حاله من الاستقرار النفسي، ان انا اعرف اشغل دماغي في حاجه زي كده. الحتة اللي هي رقم ثلاثة اللي في الموضوع، عايز حضراتكم أرجوكم، إحنا هنعمل ابتداء من النهاردة كده هنعمل نظام شريط تعارف في اللي هيجي بعد كده، عشان هيبقى في حلقات هتطلع إن شاء الله بإذن الله بعد كده في اليوتيوب، إزاي إن أنت هتعمل مشروع كويس، إزاي إن أنت تفكر كويس، إزاي إن أنت تعرف تنتج كويس، إزاي إن أنت تعرف تشغل فلوسك كويس. دي اول خط احنا هنشتغل عليه. تاني حاجه، ازاي ان انت تعمل ماركتنج اونلاين في اطار الموارد بتاعتك،
ازاي انت تعمل تجميع صفقات. هنعمل مع بعض تجربه عمليه لاول مره هنفذها ان شاء الله باذن الله مع حضراتكم، ازاي ان انت تعمل لينك مع واحد يمشي لك شغل، وده اللي احنا هنعمله اونلاين. يعني انا معايا فريق موجود، الفريق ده ان شاء الله باذن الله هيطلع معايا لايف ان شاء الله باذن الله، يعني هيبقى معايا، هيبقى جاهز معايا في لايف من اللايفات، هوريكم ازاي ان الناس دي بتلنك مع بعضها عشان تعمل ماركتنج، عشان تعمل تسويق، عشان يسوق المنتج، وازاي ان هو ينجح في تسويق منتج. الحته اللي هي رقم 3، في ناس كتيره جدا بتتواصل معايا بتقول لي والله دكتور احمد احنا في عندنا حاله ركود تام وما بنعرفش نشتغل في التوقيت الحالي لانه فتره الحظر علينا والكلام ده. هنتكلم في الموضوع ده بمنتهى الجمال ومنتهى الروعه، ازاي ان انت تستغل فتره الحظر في عمل ماركتنج اونلاين، ودي حته مهمه جدا جدا. اول مره هطلع اتكلم في الحته بتاعه الماركتنج اونلاين دي، لان كتير جدا 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 بيشتغل عليها من منظور النصب، واحنا مش هنتكلم في اطار حاجه احنا بناخد مبني، يعني ما بناخدش مقابل. اللي مش هيركب على القطر اللي هو قطر التنميه اللي طالع بعد كده ده مش هي، يعني هيبقى محلك سر، ودي عن ثقه، لان دلوقتي كل اجتماعات العالم كله بالكامل بيشتغل على الجانب الاقتصادي، ازاي ان انا اطلع من المأزق اللي جاي بعد كده، لان في مأزق كبير جدا جاي قدام اللي هو مأزق اللي هو الركود الاقتصادي. والركود ده كده بس كده شغال. طيب اوكي، الركود الاقتصادي يعني ده هتكلم عليه بعدين، مش هتكلم عليه دلوقتي، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني انت اذنوا لي ان احنا نمشيها بس بالراحه. احنا هنمشي مع حضراتكم بالراحه، كل اللي عايز يعمل بيزنس ان شاء الله باذن الله هيركب معانا على اللايفز اللي هيجي بعد كده، لان اللايفز اللي هيجي بعد كده ده لايفز مهم جدا 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 لابعد مما اي حد يتخيل. ودي الاول مره بصراحه، باول مره في مصر ان شاء الله باذن الله هطلع لايف واعمل ورش عمل مباشره مع الناس، بحيث ان شاء الله باذن الله اللي عايز يعمل بيزنس، اللي عايز يعمل ماركتنج، اللي عايز يعمل صفقات، وازاي ان هو يعمل صفقات، وازاي ان هو يعمل مشروعات من ما فيش، من ما فيش، من ما فيش، خلي بالك في الحته دي، يعني من ما فيش دي حته مهمه جدا جدا جدا. انا طبعا مش عارف الرؤيه بتاعت اللايف معاكم شكلها عامل ازاي، ولكن على كل النهارده ده بس تجريبي، ان شاء الله باذن الله بعد كده هنطلع ان شاء الله باذن الله بلايفز يكون محترم. كل اللي عنده اي استفسار في اي حاجه يا ريت يراسلني، ويا ريت يكلمني، ويا ريت يعني ما يتحركش وما يعني ما يستناش اذن او كده، لا يخش حضراتكم على طول ستاند باي. هعد دلوقتي ان شاء الله باذن الله في فريق معايا، فريق صف موجود معايا محترمين، اقل ما يكون فيهم يعني حاصل على الماجستير وفي الاكونوميك في الاقتصاد، وده الفريق بتاعي اللي هم الناس اللي انا بعدهم ان شاء الله باذن الله هيكونوا موجودين معاكم، سواء اذا كان محمد الامين، رشا البياري، سوزان مصر، محمد عبد السميع، اسلام رشوان، محمد عبد الحسيب ان شاء الله باذن الله هيكون معانا، رنا ان شاء الله هتكون معانا برضو ان شاء الله باذن الله، برضو كل الفريق بتاعي ان شاء الله باذن الله هيكون متواجدين مساعدين معايا ستاند باي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، لان احنا هنعمل اختبارات كده وهنعمل نظام محاولات، فالتيست بتاعنا هنتيست القصه كلها ان شاء الله باذن الله، غالبا هنتستها يا اما هنا يا اما على البيج عندنا ان شاء الله باذن الله، وهتبقى حاجه تكون كويسه تخدم الناس و تعمل تنميه للناس، والناس ازاي تفكر في المشروعات دي. بالنسبه للتعاون مع الجمعيات الاهليه والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، واي حد ايا كان، اي جهه ايا كان، سواء ايا كان هذه الجهه، طالما اللي بتشتغل في اطار قانوني وشرعي وتحت الامبريلا الخاصه للعمل العام في اطار ما ينظمه القانون والدستور، احنا تحت امر حضراتكم بنشتغل مع اي حد وبنوعي اي حد وتحت امر اي حد
بيحاول ان هو يساعد شعب مصر واهل مصر. مش هطول على حضراتكم اكتر عن كده، ودي كانت اللايف التعريفي ان احنا ازاي هنعمل سلسلة مستثمر من الصفر. ان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير، ان شاء الله باذن الله في اللايف الجاي ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضراتكم.